اتقال ما من ضمن دخلتي. الإشاعات اللي اتقالت إنك مثلت عشان نسيب أمير كرارة. أنا ما مثلتش مع أمير كرارة أصلاً أول ما بدأت. أنا أول ما بدأت أول عمل عملته وده أربع تمثيليات بس عملتهم مع بعض. عملنا شغل مع بعض بعد كده، بس أقصد إن أنا دخلت الفيلد. ما هو دي من ضمن الإشاعات. ما أكيد. بس يعني دلوقتي الحاجات دي بنقعد بنضحك عليها يعني، ويمكن الحقيقة يعني أنا الحمد لله الحمد لله يعني عمري ما تأثرت باللي بيتقال، عمري ما تأثرت. يمكن عشان أنا جاي من فيلد برضو صعب قوي، رياضة الكريتيسيزم في التمثيل ما يجيش نص اللي بيحصل مع لعبة الكرة، وبالذات في الوقت اللي أنا كنت بلعب فيه. آه طبعا، لأنه هقولك حاجة، التمثيل في حتة إنه قط ونعيد، لكن في الكورة أنت بتلعب ماتش دلوقتي لازم التسعين دقيقة دول لو أنت راس حربة لازم تجيب جون، لو أنت ما جبتش جون هتبقى مقصر قدام الناس والفرقتك لو أنت بتلعب في نادي كبير، فاهمة؟ فيمكن أنا حسيت إنه بدايتي كنت محظوظ فيها جدا جدا، لأنه أول مسلسل عملته كان شربات لوز، كان جميل. مع الجميلة يسرى، ما هي دي الفكرة بقى، إنه بيقولوا دايما إيه، إن يعني أول طلع عليك لازم تبقى إيه، لازم تبقى محظوظ فيها كده، لأن هي بتبقى فتحة الخير. فما فيش أحلى من يسرى أو طبعا. سيفا إن أنت تفتح بيها كاريرك يعني. أنا إشاعتي خلصت، ودلوقتي فقرة ملكش عزيز.